مشاهدينا نبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من آخر تطورات الحرب في غزة، حيث كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي يمهد طريقا يقسم قطاع غزة إلى جزء شمالي وآخر جنوبي ضمن خطته للحفاظ على سيطرته الأمنية على القطاع. وقالت الصحيفة أن الطريق يعتبر جزءا من جهود إسرائيل لإعادة تشكيل تضاريس القطاع وتسهيل حرية حركة الجيش وأحكام قبضته على المنطقة. من جهة ثانية، يجري منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في القاهرة عددا من اللقاءات مع مسؤولين مصريين. فما هي تفاصيل هذه الخطة التي سربها مسؤولون عسكريون إسرائيليون لتقسيم قطاع غزة؟ هل سيغير المخطط من شكل القطاع؟ وهل تمهد الخطة لإعادة سيطرة إسرائيل على شمال القطاع؟ ما الذي حققته محادثات كبير مستشاري البيت الأبيض في المنطقة؟ وما تداعيات قرار البرلمان الإسرائيلي تأييد رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد؟ ضمن خططه للحفاظ على سيطرته الأمنية على قطاع غزة، يمهد الجيش الإسرائيلي طريقا يقسم القطاع إلى جزء شمالي وآخر جنوبي، حسب ما أفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون لصحيفة وول ستريت جورنال. الصحيفة قالت إن الطريق الذي يمتد من جنوب مدينة غزة لنحو 5 أميال بداية من الحدود الإسرائيلية وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط يعتبر جزءا من جهود إسرائيل لإعادة تشكيل تضاريس القطاع وتسهيل حرية حركة الجيش وإحكام قبضته على المنطقة، ويسمح الطريق بتحرك القوات الإسرائيلية بشكل سريع في قلب القطاع في وقت يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على الطرق الرئيسية بين شمالي وجنوبي القطاع. يمثل الطريق جانبا من استعدادات الجيش الإسرائيلي لمرحلة ثانية من الحرب يخطط فيها للانسحاب من المناطق المأهولة والتركيز على الغارات التي تستهدف حركة حماس وفقا للصحيفة. يتزامن ذلك مع زيارة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك لمصر، إذ أفادت السفارة الأمريكية في القاهرة للحرة بأن الزيارة تستهدف بحث جهود التهدئة في غزة وصفقة تبادل المحتجزين لدى حماس. وفي إسرائيل أقر الكنيسة مشروع قانون طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينص على معارضة إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد. وأكد نتنياهو أن السلام مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا بعد القضاء على الإرهاب. إذن لمناقشة هذا الموضوع معنا من تل أبيب هانوخ ميلوي ديسكي، عضو لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست. أهلا ومرحبا بك سيد هانوخ. صحيفة إذن وول ستريت جورنال تتحدث عن تسريبات من المسؤولين الإسرائيليين بأن هناك طريق، هذا الطريق يتم إنشاؤه من الشمال نحو الجنوب. لماذا برأيك؟ ما الذي تريد إسرائيل من خلال هذا الطريق وهذا الفصل الذي يتم الحديث عنه؟ مساء الخير. طبعا لا يتعين علي الحديث عن التحرك العمليات هنا على وسائل الإعلام، ولكن أقول بأننا مصممون على قضاء على قدرة حماس على حكم قطاع غزة وغير ذلك، وسنتخذ كل التدابير اللازمة لفعل ذلك. طبعا هنالك مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، وطبعا لا نريد إلحاق الأذى بهم، وعندما سنقوم بالعمليات على هذه المناطق سنجد أماكن لكي يذهب إليها هؤلاء المدنيون، ولكن سنتأكد من التصدي للإرهاب والقضاء على الإرهابيين والتقليل قدر المستطاع من القدرة على ألا ينخرط المدنيون في هذه العمليات. نعم سيد هانوخ، يعني أنت تقول بأنه لا تفضل أن تتكلم بمواضيع أمنية، ولكن نحن نتحدث عن تسريبات من مسؤولين عسكريين إسرائيليين لصحيفة وول ستريت جورنال، وكأن هناك مخطط من أجل فصل القطاع الشمال عن الجنوب.
نحن نسأل عن في حال تحقق هذا السيناريو من خلال هذا الطريق الذي طوله يمتد لخمسة على ما أعتقد أكثر من كيلومترات، يعني خمسة كيلومترات، فبالتالي هذا الطريق وهذا الفصل لماذا تقوم، ما هي أهداف إسرائيل من خلال فصل القطاع الشمالي عن جنوبه؟ طبعا يتعين علينا أن نسيطر على الأمن سيطرة كاملة على كامل قطاع غزة الآن وفي المستقبل القريب على الأقل، وفي الوقت نفسه لا نبغي بحكم المدنيين في قطاع غزة، وبذلك نحن ننظر باستمرار إلى طرق لفعل ذلك. نعرف أن تقسيم قطاع غزة قد يمكن أن يكون الخطوة الأولى وأن نتخذ الخطوة الأولى نحو هذا الاتجاه. نعم، إذن الخطوات الميدانية مستمرة، ماذا عن الخطوات الدبلوماسية؟ ما الذي نفهمه من مثلا قرار البرلمان الإسرائيلي الذي جاء بأغلبية كبيرة، هو يؤيد نتنياهو وهو يرفض الدولة الفلسطينية وإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد؟ إلى أي مدى هذه الخطوات الدبلوماسية هي منفصلة تماما عن التطورات الميدانية، وهي لا تنسجم أيضا مع تلك الطروحات التي يتم الحديث عنها والتفاوض حولها؟ إن الكنيسة الإسرائيلي اليوم وبشكل غير مسبوق بأغلبية 99 عضو ضد 9 أعضاء قاموا بالمعارضة، 99 قرروا تأييد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو برفض إملاء فكرة الدولة الفلسطينية على الإسرائيليين، أن تمليها علينا دول أخرى أو قوى أخرى. على الجميع أن يعوا بأن الأغلبية في إسرائيل وبعد أحداث 7 أكتوبر يعتقدون بأن فكرة الدولة الفلسطينية تبدو اليوم مستحيلة. حتى بالنسبة لنا من أجل أن نفكر بالسماح بكيان فلسطيني مستقل أي كانت طبيعته أن يكون على حدودنا، يجب أن نرى الكثير من الأمور تحدث، وعلينا أن نرى تغييرا كبيرا في البرامج التربوية للسلطة الفلسطينية أم من سيقوم بحكم الحياة المدنية في قطاع غزة، وعندما يتوقفوا أن يتعاملوا مع اليهود على أنهم أبناء الشيطان، وعندما يتوقفوا عن تمجيد الجهاد، وعندما نشعر بأن هنالك جيل جديد يبزغ فجره وهو جيل مستعد للسلام، عندئذ نستهل المباحثات للسلام. ولكن بعد 7 أكتوبر وبعد أن نرى أن السلطة الفلسطينية لم تقوم بإدانة بعد أحداث 7 أكتوبر وأنها تقوم ب التعليل، لا يمكن أبدا التفكير في فكرة الدولة الفلسطينية. طيب، هذا القرار ما تداعياته سيد هانوخ؟ يعني هذه التغييرات التي تتحدث عنها وتغييرات في العقلية وتغييرات كيف ينظر الفلسطيني إلى إسرائيل وإلى الإسرائيليين لربما تحتاج إلى سنوات عديدة، ولربما البعض يقول إسرائيل أيضا هي فشلت في تغيير وجهات النظر هذه. مثل هكذا قرار يمنع تماما وجود الدولة الفلسطينية يرفضها، ما تداعياته برأيك؟ إن التداعيات يجب أن تكون أنه على العالم أن يعي أن الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية في الوقت الحالي لا معنى لها، و
هو أمر لا يمكن لإسرائيل أن تقبل به، وهو أمر لا يمكن للبرلمان الإسرائيلي أن يمرره، والجمهور في إسرائيل بأغلبيته ضد هذه الفكرة. إذن علينا أن نفكر بشكل سويا بشكل بناء لأن نبدأ ببناء شيء جديد، شيء من خلاله يمكن أن نعاود الثقة، نعاود كسب الثقة بين الأطراف، وبعد القضاء تماما على حماس وإزالة حماس بشكل. شكرا جزيلا لك من تل أبيب هانوخ ميلوي ديسكي عضو لجنة الخارجية والدفاع في الكنيسة. هذا ما أسعفنا به الوقت، شكرا جزيلا لك. معنا من رام الله اللواء توفيق طراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا ومرحبا بك اللواء توفيق. في البداية يعني كيف ينظر الجانب الفلسطيني إلى هكذا تصويت جرى في الكنيسة الإسرائيلي يقول لا لدولة فلسطينية؟ يعني أولا مساء الخير. أهلا بك. إلي كل أبناء شعبنا. يبدو أنه الإسرائيليين بينسوا أو ما بيقرأوا التاريخ. عندما قامت دولة إسرائيل قامت بشرط، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بشرط أن تقوم في مقابلها دولة فلسطينية، ووقع في ذلك الوقت سنة 1948 على هذا الشرط موشي شريط اللي هو كان وزير خارجية إسرائيل، وقع على ذلك أنه يجب أن تقوم الدولة الفلسطينية مقابل دولة إسرائيل التي أقرها القانون الدولي وأقرتها الأمم المتحدة. هذا الكلام الذي حصل في التصويت بحيث أن 9 نواب فقط، إذا استثنينا النواب العرب، 9 نواب فقط هم الذين من كل الكنيسة الإسرائيلية هم الذين لم يصوتوا لصالح منع قيام دولة إسرائيلية. هذا يدلل أن المجتمع الإسرائيلي أيضا أصبح يتجه باتجاه العنصرية والاتجاه الفاشي، واتجاه أنه لا يريد أن يأخذ الفلسطيني حقوقه. طب الفلسطيني له 75 سنة، وقبل ذلك منذ وعد بلفور يناضل من أجل حقوقه. ماذا تعتقد أن الفلسطيني ممكن أن يفعل؟ هل ممكن أن يستكين؟ هل ممكن أن لا يناضل؟ هل ممكن أن لا يطالب بحقوقه؟ هذا بعتقد أنه وهم عند الإسرائيليين إذا اعتقدوا أن الفلسطيني ممكن أن لا يبقى دائما وأبدا مطالبا بحقوقه ومناضلا من أجلها. نعم. على مر الزمن الذي ممكن أن يعيش فيه من جيل لجيل. طيب سيد توفيق، يعني في هذه المرحلة الكثير من الحديث عاد مرة أخرى للحديث عن حل الدولتين، عن ضمانات أمنية لربما تقدم إلى إسرائيل، عن الكثير من الدفع على مستوى الولايات المتحدة ومستوى الدول العربية أيضا لمثل هكذا خطوة. برأيك مثل هكذا خطوة ومثل هكذا تصويت وهكذا مواقف تصدر من جانب نتنياهو والكنيسة إلى أي مدى تغلق الباب في وجه التوصل إلى مثل هكذا حل الدولتين والتوافق بالنسبة لوجود دولتين على هذه الأرض؟ أولا هذه قضية الدولتين اللي بتطرحها أمريكا والدول الأوروبية هي أكذوبة كبرى. اللي بتقوله يطرح قضية الدولتين يجب أن يضع أولا عدة نقاط أساسية. أولا برنامج للتفاوض حول الدولتين، برنامج زمني. ثانيا إعلان إنهاء الاحتلال في الأمم المتحدة وعند هذه الدول. ثالثا على تلك الدول أن تعترف في كل المنظمات الدولية بالدولة الفلسطينية.
إذا بدأنا بهذه قبل إعلان الدولة الفلسطينية أعتقد أن نسير بالاتجاه الصحيح، ولكن للأسف الأوروبيين والأمريكان بيقولوا أنه دولة فلسطينية، صارهم بيقولوا دولة فلسطينية أو دولتين لشعبين عشرات السنين، ولكن أعطيني إجراء واحدا من الدول الأجنبية ضغطت على إسرائيل من أجل قيام الدولة الفلسطينية. فقط يبيعون كلام، هم بيبيعوا الشعب العربي وبيبيعوا الفلسطينيين كلام، وبيبيعوهم دبابات وطيارات وغواصات وحاملات طائرات. هذا للأسف ما يجري الآن. طيب دعنا لو سمحت نعود مرة أخرى، إذا سمحت لي هذا الموضوع التصويت، إذا أردنا أن نعود مرة أخرى إلى ما يحدث في قطاع غزة والحديث عن فصل الشمال عن الجنوب والحديث عن طريق تمتد لخمسة أميال تقوم إسرائيل بإنشائها وتمهيدها، هل هناك من خشية بالعودة مرة أخرى لسيطرة إسرائيل على مناطق في القطاع؟ ما إسرائيل أولا مسيطرة على القطاع، ولكن هذه خطوة أولى. نرجع للتاريخ أيضا، في سنة 1956 عندما اشتدت المقاومة في غزة قام شارون في ذلك الوقت وكان قائد المنطقة الجنوبية، قام بتقسيم قطاع غزة إلى مربعات، والطريق الذي يقسم القطاع الآن هو خطوة أولى يا سيدتي، ستلحق خطوات أخرى بعمل غزة مربعات وعمل طرق في داخل غزة لعدة اعتبارات. أولا هم جعلوا غزة أو مناطق في غزة بالعلم العسكري بيسموها السجادي، يعني دمروا كل البنايات الموجودة، وهذا حتى يسهل لهم الاحتلال ويسهل لهم مقاومة المقاومين اللي موجودين. ولكن لماذا هم سيقسموا القطاع إلى مربعات وتكون بين هذه المربعات شبكة من الطرق؟ لماذا؟ أولا حتى يسهل التحرك العسكري السريع لقوات الاحتلال. النقطة الأخرى حتى يسهل نقل الآليات، نقل الآليات وحركتها ومطاردة المقاومين ولوضوح الرؤية البعيدة وكشف تحرك المقاومين. هذه الحركة اللي عم بيعملوها هي لأهداف عسكرية لمنع أي مقاومين ممكن أن يفكروا بمقاومة الاحتلال. شكرا جزيلا لك من رام الله اللواء توفيق الطراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. قيل الكثير عن خطط اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وجديد المعلومات هذه المرة ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن توجه إسرائيلي للحفاظ على سيطرة أمنية دائمة هناك. وفي هذا الإطار كشفت الصحيفة عن بدء الجيش الإسرائيلي إنشاء طريق تقسم قطاع غزة إلى جزء شمالي وآخر جنوبي ضمن خطط الحفاظ على السيطرة الأمنية. الطريق هذه بحسب الصحيفة تمتد على مسافة 8 كيلومترات تبدأ من الحدود الإسرائيلية في مع القطاع جنوب مدينة غزة في الشرق وتنتهي عند ساحل بحر المتوسط كما تشاهدون. الهدف من هذه الطريق كما تقول الصحيفة واضح، حيث يسعى الإسرائيليون إلى إعادة تشكيل خريطة قطاع غزة وتسهيل حرية حركة الجيش داخل القطاع وإحكام قبضته على المنطقة. بحسب محللين فإن إنشاء هذه الطريق يبدأ عبر قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير هائل للمنازل والمباني على طول المساحة المخصصة للطريق. الصحيفة لفتت كذلك إلى أنه بإمكان الجيش الإسرائيلي استخدام الطريق كحزام عسكري يساعد على منع عودة حوالي 1 مليون نازح فروا إلى الجنوب خلال الأسابيع الأولى للحرب.
معنا من واشنطن باتريك ثيروس دبلوماسي أمريكي سابق. أهلا ومرحبا بك سيد باتريك، ونبدأ من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماجورك في القاهرة. ما الذي تقوله الولايات المتحدة الآن؟ الولايات المتحدة تقول أنها تعمل على خطة، وخطة يكون شكلها قرار أممي من مجلس الأمن يتضمن إخلاء سراح الرهائن، وكذلك حركات لم يتم بعد تحديدها باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا توصل إلى خطوات نحو وقف إطلاق النار دائم. أيضا هذه النقاط الثلاث التي تحدث عنها الرئيس بايدن في الماضي، ولكن سيكون من الصعب الحصول على الكثير من التأييد والدعم مع فيتو لثالث قرار أو مشروع قرار من أجل وقف إطلاق النار تقدمت به الجزائر، ويجب اتخاذ التدابير وإلا مجلس الأمن سيخسر مصداقيته. نعم، والولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار أيضا في مجلس الأمن، وإذا أردنا أن نناقش النقاط التي جئت على ذكرها سيد باتريك، إخلاء الرهائن، إقامة الدولة الفلسطينية، كل هذه المفاوضات الجارية في القاهرة مع الطرف المصري والطرف القطري، ما مصير هذه الجهود إذا كان الطرف الإسرائيلي يرفض كل ذلك؟ إن في هذه النقطة المسؤولية تعود على عاتق البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي له سلطة قوية وهو قادر على القيام بالكثير من الأمور، بالإضافة إلى مثلا قطع المساعدات العسكرية وفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية. يمكن أن يفعل ذلك على مثلا قادة كبار في إسرائيل مثل سموتريتش والقادة الذين دعوا إلى القضاء على إبادة الشعب الفلسطيني. طبعا هنالك أدوات كثيرة متوفرة لرئيس أمريكي، بالإضافة إلى وقف دفق المساعدات العسكرية. أعتقد بأنه حتى مع وقف للمساعدات العسكرية يمكن للإسرائيليين أن يستمروا لأسابيع متعددة، ولكن هنالك كثير من الأدوات متوفرة للرئيس الأمريكي. نعم سيد باتريك، هذه الأدوات يمكن أن يستخدمها الرئيس الأمريكي، وكأنه يتعامل مع تيارين الآن في إسرائيل، مثلا سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، وهم يتشددون في مطالبهم وفي مواقفهم، في حين مثلا قبل قليل كان هناك تصريحات من غانتس وهو يلمح إلى مؤشرات أولية إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بالرهائن. كيف توازن الولايات المتحدة بين لنقل رؤيتين إحداهما متشددة أكثر من الأخرى في إسرائيل؟ لم أسمع الشق الأخير من السؤال في إطار الترجمة، عفوا. نعم، أسألك عن الرؤى المختلفة داخل إسرائيل بين اليمين المتطرف، وجئت على ذكر سموتريتش، وبين طرف آخر متمثل مثلا بغانتس وأطراف أخرى وأيضا من المعارضة منهم لبيد. هذه الرؤية المختلفة كيف يمكن أن توازن الولايات المتحدة بين هاتين الرؤيتين المتشددة والأقل تشددا؟ هناك توازن يجب تحقيقه بعد مسألة ما يتعامل معه رئيس الوزراء الإسرائيلي. لطالما اتخذ هذا القرار واستمر وزراؤه في دعمه وتأييده في موقفه هذا، نحن ننظر إلى أحاديث في الكواليس واحتجاجات وأحاديث في الشارع، ولكن حتى الآن ما يسمى بالوزراء المعتدلين لا يزالون يبقون على جبهة موحدة مع نتنياهو. بصراحة إن ربما هنالك أن يهددوا بأن
إسقاط الحكومة، وأيضا مسألة الرئيس الأمريكي إن كانت له الرغبة في اتخاذ القرار في هذا الموضوع. نعم سيد باتريك، يعني هذه التصريحات التي تصدر من قبل أطراف من حكومة نتنياهو هي لا تؤكد على أهمية الرهائن، أيضا عودة مرة أخرى أو الحديث عن إمكانية فصل الشمال عن الجنوب في قطاع غزة، هذا ميدانيا، يعني لربما تكون عودة أخرى للسيطرة الإسرائيلية في القطاع، رفض حل الدولتين كما جاء في التصويت في الكنيسة، يعني كل ذلك ينسف ما يتم التفاهم حوله فيما يتعلق باليوم التالي للحرب. الولايات المتحدة هل يمكن أن تفرض رؤيتها؟ وقد جئت على ذكر إمكانية أن يكون هناك التعامل مع هذه الشخصيات الموجودة في حكومة نتنياهو، هل معنية الولايات المتحدة بالضغط عليهم؟ أظن أن هنالك خياران فقط للرئيس بايدن، مواصلة ما يحدث الآن وقيام نتنياهو برفض أي من اقتراحات الرئيس الأمريكي واستمرار العنف والقتل من ناحية أخرى موقف أمريكي شديد متشدد يفرض إن شاءوا أن يوقفوا ما يحدث منذ عقود عليهم أن يقبلوا الشروط الأمريكية، هذه الشروط الأمريكية وهي فقط مسألة إن كان الرئيس سيستخدم نفوذه لفرض قبولهم. وكيف يسعني أن أشرح ذلك بالمزيد؟ هنالك موقف في الحكومة الإسرائيلية، موقف موحد ويجب تجسيته فقط بفعل قرار صارم من الرئيس الأمريكي. شكرا جزيلا لك من واشنطن باتريك ثيروس، دبلوماسي أمريكي سابق.